السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا 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 وناس كتير كانت عايزة تعرفه. النهاردة هنتكلم عن أسوأ العربيات مبيعا في عام 2021. إيه مجموعة العربيات اللي كانت أسوأ العربيات مبيعا أو أقل العربيات مبيعا في 2021 بأسباب كتير، سواء متعلقة بالوكيل أو التسليمات أو عيوب ظهرت في العربيات أو حاجات كتير زي كده خلت الناس تبعد عن العربيات دي في 2021. والفيديو اللي جاي هيكمل الفيديو ده هو أفضل العربيات مبيعا في عام 2021 كانت إيه بالترتيب. كل ده هنلاقيها في الفيديو ده واللي جاي إن شاء الله. ولكن قبل ما أبدأ عايز أنبه لأكتر من حاجة. إحنا إن شاء الله خلاص خدنا قرار إن أي حد من المتابعين الكرام نازل يشتري عربية زيرو وخايف يستلمها بسبب مشاكل كتير، سواء كان الناس بتلاقي إن هي بتجيب من المعرض والمعرض خبط العربية قبل ما يسلمها لك ويديها لك على إنها زيرو وياخدها يصلحها والكلام زي كده، وترجع بعد كده تبيعها وتلاقي العربية أساسا كانت مخبوطة ومتصلحة ويقل في ثمنها. ناس كتير كانت بتطلب مننا إن إحنا نستلم لهم العربية. خلاص قررت بإذن الله أي حد من المتابعين الكرام هيستلم عربية زيرو وعايز ننزل معاه أفحص له العربية عفشة وميكانيكا ودهانات وسمكرة وكل الكماليات بتاعتها وراجع العربية من ألف للياء، كل حاجة إن شاء الله هتبقى معانا. هسيب لك الرقم بتاعي الخاص بالتواصل خلال الواتس فقط تحت في الوصف، وهتلاقي كمان تحت الرابط بتاع صفحتنا على الفيس والجروب على الفيس وجروب التليجرام والرقم بتاعي الخاص بالواتس، تقدر توصل معايا وتقول لي ميعاد التسليم بتاعك إمتى ونوع العربية إيه والمعرض مكانه فين والوقت إمتى، وأنا هتفق معاك إن شاء الله على الوقت وأنزل معاك أستلم لك العربية حتة حتة. مش عايز أطول عليك أكتر من كده بقى، يلا بسرعة نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. أول عربيات معانا النهاردة أو أول براند معانا النهاردة هو براند هافيل. هافال نزلت بعربيتين كده تجرب السوق، اول عربيه هافال جوليان وتاني عربيه هافال اللي هي الاتش 6. فالعربيتين دول اما نزلوا ابتدوا يشوفوا الدنيا هتمشي ازاي. عربيات الاوبشن فيها عالي جدا، ولكن السعر برضو مش اللي هو اخاطر واروح اجيبه. عربيه صيني لسه ما تجربتش في مصر، اللي معاه قرش زي كده بيدور على صيني تاني يجرب زي الام جي او الحاجات دي، فما بيخاطرش ان هو يروح يجيب هافال. فالعربيتين نزلوا منهم هافال جوليان اللي ليها قصه شهيره، واحد جابها وخرج من المعرض عطلت منه وراح التوكيل خدها واداله عربيه، حاجات كتير. انما حتى الان العربيات دي مش عامله مبيعات عاليه في مصر، من اول ما نزلت لحد دلوقتي المبيعات قليله، خصوصا الاتش 6 ان هي اساسا يعتبر مبيعاتها واقعه خالص، يعني غير الجوليان. الجوليان ممكن تكون باعت شويه، انما الاتش 6 ما باعتش يعتبر كتير. فلازم برضو التوكيل يشوف قصه هافال، يبتدي يقلل في الاسعار، يبتدي يشوف الدنيا فيها ايه، خصوصا العربيات بتاعتهم كويسه والاوبشن فيها كويس جدا. البراند الثاني معانا هو فاو، مجموعه عربيات فاو الصينيه اللي نزلت السوق في مصر باربع عربيات، بي 70 تي 77 برو وتي 33 وتي 55. العربيات الوكيل بتاعها جديد في مصر وسعرها نازل عالي، يعني في عربيات فيها بتعدي 500,000 جنيه، والسوق اساسا خايف زي ما انا قلت لك، بيخاف يخاطر في فلوسه في الكوري او الالماني، ما بالك بقى هيخاطر في الصيني. فالناس خايفه، عربيات كويسه بس ما حدش اشترى وعملت مبيعات قليله جدا جدا. يعني احكم على العربيه، شوف انت بتشوفها قد ايه في الشارع، هتلاقي قليل جدا اما بتشوفها. لازم الفتره الجايه الوكيل يبتدي ينزل الاسعار ويطمن الناس ويعمل عروض ويعمل حاجات كتير عشان العربيات دي تبتدي تبيع، عشان البراند ما يقعش خالص في مصر. البراند الثالث معانا هو شانجان. شانجان نزلت السوق باكتر من عربيه، منهم اتنين سيدان زي شانجان ال7 وشانجان اللي هي ايدو، وبعد كده شانجان سي اس 55 وسي اس 15. العربيات دي يعتبر اللي باع منها شويه هي شانجان ال7، اما باقي العربيات يعتبر مفيش مبيعات حصلت خالص في مصر للعربيات دي. ليه؟ برضو وكيل جاب عربيه جديده في مصر، الناس خايفه اللي بعد كده يوقف وما يجيبهاش تاني، قطع غير الناس مش مطمنه لها، وكمان الاسعار كمان عاليه. يعني شانجان ال7 باعت شويه عشان اسعارها متوسطه او اسعار يعني يعتبر بسيطه، اما باقي العربيات اسعارها عاليه. في عربيه ب 400 وحاجه الف، في عربيات يعني العربيات اسعارها عاليه تخلي الناس تخاطر ان هي حاجه جديده زي كده وتخش ترمي فلوس فيها ومش عارف هي مكمله ولا مش مكمله. برضو الوكيل الفتره الجايه لازم يلحق نفسه عشان ما يقعش خالص. اما بعد كده هيونداي، وللاسف هيونداي عملت العربيه دي كريتا وهي مش عارفه العربيه دي اساسا هي منزلها ليه. عربيه سعرها عالي، شكلها مش حلو،
امكانياتها متواضعه جدا وما حدش بيشتريها لحد دلوقتي، ومع ذلك الوكيل مصمم ان هو يحط العربيه ويقدمها في مصر ويفضل معلي سعرها، ومع ذلك العربيه واخده اسوأ مبيعات في السنه اللي فاتت وما حدش بيشتريها، والوكيل مصمم ان الناس معجبه بالعربيه والناس بتريح الوكيل ومحدش بيشتريها، واتوقع انها مش هتنزل الفتره الجايه التاني بعد وجود طبعا التوسان والكام عربيه اللي نزلوا في الاخر والبايون والحاجات دي، فاعتقد العربيه دي هتريح شويه على الرف كده وتريحنا شويه. اما البراند اللي بعد كده هو شيفروليه، العربيه اللي جايه شيفروليه ماليبو، عربيه للاسف هي كويسه جدا، الاوبشن بتاعها عالي، الامام بتاع العربيه كويس، الثبات وكل حاجه في العربيه، العربيه محترمه جدا، ولكن الوكيل منزل عربيه لا تتناسب سعريا مع السوق المصري. السوق المصري الفئه دي كله بيدور على حاجات تانية مش هيروح يدفع فلوس في العربيه دي، وللاسف العربيه ما باعتش ومبيعاتها قليله جدا على الرغم من انها عربيه كويسه جدا، واعتقد الوكيل برضو مش هيبتدي يشتغل في العربيه دي تاني الفتره الجايه لان هو شايف ان هي العربيه ما نزلت السوق وقعت بسرعه وحتى ما انتشرتش. اما البراند اللي معانا دلوقتي فهو بايك، بايك اللي نزلت السوق بثلاث عربيات X3 X5 X7، الوكيل جديد والعربيات كويسة والوكيل كمان بيقدم عروض كويسة جدا، سيارة مجانية وحاجات كتير، وبيبتدي ينتشر في السوق عشان الناس تبدأ تعرف، ولكن انا شايف ان الفئة اللي هتبيع او اللي هتقدر تبيع حاجة بسيطة شوية هتكون بايك X3، للسعر بتاعها كويس والاوبشن بتاعها معقول وعربية كويس. اما X5 يعني ها شوية، اما X7 يعتبر الوكيل موت العربية من قبل ما تنزل لانه مسعرها بسعر عالي جدا، احنا عارفين ان العربية الاوبشن فيها عالي واعلى فيها يعتبر بتسوق نفسها لوحدها وفيها كل حاجة، ولكن السوق المصري مش حمل ان عربية براند جديد يدفع فيه مبلغ كبير يعدي النص مليون جنيه وهو مش ضامن العربية اخبارها ايه. الفترة الجاية ترى هنشوف بايك هتعمل ايه، ولكن من اول ما نزلت لحد دلوقتي المبيعات بتاعها منخفضة، واتوقع ان X3 هتعمل مبيعات كويسة الفترة الجاية. اما البراند اللي بعد كده هو تويوتا، جايه بعربيتين اسوأ مبيعات في العام 2021. اولا تويوتا سي اتش ار، العربيه اللي سعر التسعير عالي جدا والعربيه اساسا حجمها صغير وضيقه من جوه والكنبه ضيقه عامله زي انسان جوك كده، الكنبه ضيقه جدا ومبيعاتها قليله برضو، ولكن تويوتا سي اتش ار نازله كمان ضيقه ومش اللي هي وسعرها عالي، لذلك كانت من اسوأ المبيعات في 2021. معاها كمان تويوتا راش اللي هي نازله حجم حلو وعربيه كويسه ولكن موتور متواضع جدا 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 لا يرقى الموتور بحجم العربيه دي، للاسف كانوا مبيعات قليله جدا جدا. اما العربيه اللي معانا دلوقتي هي ماتسوبيشي اكليبس كروس، العربيه اللي كويسه جدا، الاداء كويس، الاعتماديه، كل حاجه في العربيه محترمه، ولكن الوكيل للاسف مسعرها بسعر عالي، ومهما تنصحه ومهما تقول له العربيه سعرها عالي هو مقتنع بكده، والعربيه ما بتبيعش، واللي بيشتريها ناس معينه وفئه معينه اللي هي بتحب تجيب العربيه عشان تريح دماغها، اعتماديه زي الكورولا كده وعربيه كويسه جدا، ولكن اتمنى الوكيل الفتره الجايه خصوصا ان العربيه كويسه انه يقلل في سعرها شويه عشان العربيه تبيع لان هي قليله جدا في المبيعات. اما العربيه اللي بعد كده معانا هي ساو ايست الدي اكس 3 او الدي اكس 5، العربيتين اللي نزلوا ما عملوش مبيعات، الوكيل بتاع العربيه دي هو اللي كان واخد وكيل زوتي قبل كده، والعربيات عارفين الزوتي اللي نزلت بعد كده ما جابهاش تاني، والناس بقت مش عارفه تبيع عربياتها والعربيات باظت ما لقولهاش قطع غيار، فالوكيل نفسه خوف الناس منه بعد كده اما جاب العربيه الجديده، فالناس بقت خايفه يا عم هجيبها اوجع دماغي واقعد ادور زي اللي فاتت، فالناس بعدوا عن العربيه خصوصا كمان ان تسعيرها عالي، فكان الموضوع رخم شويه، فالعربيه وقعت في المبيعات بسرعه. اخر عربيه معانا للاسف عربيه كويسه جدا 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 وهي سوزوكي سياز، اللي وقع العربيه دي الوكيل بتاعها هو اللي وقع، العربيه كويسه جدا والعربيه محترمه جدا وعملت للاسف اقل مبيعات، ليه؟ مش بسبب ان العربيه وحشه او حاجه، لا، العربيه كويسه جدا واعتماديه وكل حاجه فيها محترمه، لكن الوكيل مش عايز يصرف حاجه على الدعايه خالص، وكمان بيجيب العربية بالقطارة، يعني الناس تحجز بالالاف هو يجيب 10 عربيات ويسلمها، فالموضوع بقى بطيء جدا. كمان دخول تويوتا وخدت منه العربية تحت اسم بيلتا وتحت اسم بيلتا وبقت تجيب عربيات لصالحها بيلتا وتنزلها قلل كمان اكتر ما هو قليل وجود العربيات السوزوكي السياس في مصر، فحتى الان مبيعاتها قليله جدا وبقالها كتير في السوق، للاسف اتمنى من التوكيل الفتره الجايه ان هو ينزل عربيات كتير سياس الفتره الجايه هتنتشر جدا مع انتشار تويوتا بيلتا في السوق وهيكون لها شان تاني. ده كان فيديو سريع عن اسوأ العربيات مبيعا في 2021، انتظروا الجزء الثاني من الفيديو ان شاء الله الجزء الجاي وهو افضل العربيات مبيعا في 2021.
21. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس المهم جدا عشان يوصلك كل جديد. جمعنا الله واياكم في جنه عرضك عرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.